متي كايرو بور نتي اور جملة جمال البنا ليلي هيتن هانس ارسم ات بيبليوتيك مهتو سينر اف شيلدر وبوكر ارسم اوكم اني على دينس فيل هولة فل اف سكاتر وكنسكاب هن موتر ماي مي سلام altså fred på arabisk. Han har selv skrevet utallige verk om islam, og han kjenner muslimbrødrenes historie fra innsiden, fordi han er Hassan al-Banna, sin yngste bror. Som etablerte muslimbrødrenes organisasjon i Egypt i 1928. Han forvandlet da islam fra religion til politisk ideologi. I dag er muslimbrødrene regnet som den største islamistiske organisasjonen i verden. Men det begynte som en sosial bevegelse. Tem muhayya min miladi li yakuna da'iya islami. Fawziya al-ukht as-sagira liya. Kanat fi at-tufula minni. Wa hiya ukht? Ukhti. Al-shahid Hassan. Tamam kullana. Muslimbrødrene har siden 1950-tallet vært forbudt i Egypt og i flere andre muslimske land. Likevel er organisasjonen en viktig maktfaktor og organiserer muslimer i mer enn 70. لأن الأخوان هم الهيئة المنظمة الوحيدة وزي ما أنا قلت لك إن أستاذ بنا كان عبقري في التنظيم فأقام قلعة زي ما لينين عمل الحزب الشيوعي وعمل القلعة بتاعت Islam er en global religion, men ingen ideologi eller noe politisk redskap. Han er en fremstående muslimsk reformator som sjokkerer de tradisjonelle lærde med nytolkninger av العقل المسلم صدى لأنه من ألف سنة مش بيفكر من ألف سنة أغلقه باب الاجتهاد باب الاجتهاد اغلاق باب الاجتهاد يعني عليك انك تفعل دون ان تفكر تقلد فيبقى المسلمين بهم قرود المسلمين بهم قرود يقلدوا من الف سنه فانا مره قلت يعني احنا نحمد ربنا اننا لسه بنسير على قدمين وكان ممكن اننا ندب على اربعه لان القران يقول اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. جمال البنا مينر دباتن أم هجاب يا أوروبا فيسر وور فايل مسلمين كمتا لو إنهم عكفوا على العلم بدل ما هم قاعدين يعكفوا على العك بتاع الحجاب كان المجتمع الأوروبي يعترف بيهم. I 2004 fulgte Frankrike muslimske land som Tyrkia og Tunisia og forbød hijab i offentlige kontorer og den offentlige skolen. Aoi ga ordre om demonstrasjoner over hele verden på samme dag. For første gang fikk muslimbrødrene mobilisert massene ut i Europas gater. Hassan al-Bannas egen søster brukte ikke hijab, til tross for at hennes far var teolog og bror var muslimsk. Altså, hijaben er et moderne fenomen og ingen tradisjon. En mar'a, iza kashafat an sha'raha, fa innaha la tamtahik fariida islamiyya. La'an ma fish haja fil islam, aw fil quran, liyadus ala taghtiyat al-ra's. Yumkin تغطية فتحة الصدر مثلا ولكن ما فيش نص على الشعر الآن في هذا الوقت يعني يلبسون الحجاب في أوروبا فقط ليقولوا الآخرين أنه نحن نختلف عنكم نختلف نفس الحكاية يعني هم أغبياء لأن بدل ما عاشوا في هذه الدولة لابد أن يتكيفوا وتأقلع العادات والتقاليد وبدل ما يحاولوا لهم غيروا دينكم ولا انكروا ان محمد رسول ولا ان الله واحد ولا بتاع ويمنعوهم الصلاه او يمنعوا لهم العقيده خالص يبقى فيما يتعلق بالعادات يكيفوا نفسهم حسب المجتمع على قد ما يقدر انا قلت بس دا
Detta är studenter vid Kairo universitet i 1959. Ingen kvinna bär hijab. Heller icke i 1978 har någon av de kvinnliga studenterna hijab. Så sker det nu. I 1995 har en tredjedel av kvinnorna hijab. Resultatet av muslimbrödernas missionering och frammarsch. 2004 bär 90% av kvinnorna hijab. Detta är bilder från presidentvalget i Egypten i 1970. مات القرن العشرين كانت محجبة كانت المرأة العجوز أو لديها مشكلات في شعرها أو رأسها أو كذا وكذا وكذا فكانت عدد محدود جدا المرأة المصرية كقرينتها في أي بلد في العالم في لندن في باريس في أوروبا في أستراليا في أي مكان المرأة المصرية بنفس الموضة نفس الزي عصرية تماما هذا الحجاب يا سيدي أولا انك هتروح على طول عامل اولا في شكل من اشكال السيطره على المراه لانك لما بتحجب المراه بتبدا تحقنها او تملاها او تشبهها مجموعه قيم محافظه او مغلقه او متزمته مغايره للقيم المتوارثه ليها من التسامح من التفتح من التلاقي مع الاخر او من القيم الحديثه بالشف الجاب ثم النقاب هو شكل من الأشكال السيطرة على المرأة بوصفها سيطرت على المرأة بالشكل ازاي أنت سيطرت على الأجيال القادمة التي تنشأ حجاب also ett bevisst redskap för att kontrollera barnen till att bli nya generation يعلموهم كعادة وتقليد لما يكبروا يبقوا كده والأطفال نفسها لما بتسيب الكبار بيعملوا هم الأطفال اللي بيحبوا يعملوا كده